السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعيني على قناة ركن الرواشد، شلونكم؟ إن شاء الله تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم راح أشوفكم الركن الجديد مال رواشد. فتحنا ركن لاخ بالكليدور. اليوم أشوفكم البارحة حولت، اذا شفتوا الفيديو، نبتة اليوغا هذه. اليوغا كانت كلش صغيرة، السندانة مالتها طبعا هي اليوغا وكف الوزة والدرسينيا الليموني، هاي النباتات الحلوة، هدية من مشتى الاكاسيا فلور اللي بصدر القناة. شكرا جزيلا ابو سامر صاحب المشتل. وهاي سيت السنادين ايضا الحلو، هدية من المشتل. ان شاء الله يا ربي الله يطرح لكم البركة بي، وان شاء الله آية الرزق. ففتحت هاي الدراسينية الليموني، كلش كلش راقية وحلوة. كانت السندانة ثلاثية، كانت ثلاثية ففتحتها سويتها سندانة، هذه وحدها وهذيك سويتها بسندانة. إن شاء الله يا ربي الله يطرح البركة بيها. وطبعا تعرفوها هذه، ما يحتاج أحكي لكم عليها، كف الوزة الخضراء. كف الوزة أشكال وأنواع أكو، لكن الخضراء إحنا نسميها العراقية. كلش حلوة، سهلة التكاثر. هذه متسلقة، مو مثل كف الوزة الأدنى اللي متعارف عليها، لا هذه كف الوزة عراقية فتتسلق زين. طبعا كلش تحب الإضاءة القوية، تحب إضاءة جدا قوية. ساني شوفوا خليتها قدام الباب. تحب سقي، عنده جفاف التربة تماما. ساني من زرعتها من سقيت، بعد ما أسقيها إلا تكون التربة جافة تماما. وأكيد اليوغا انتو تعرفوها، هاي اليوغا من النباتات الراقية جدا. أنا يعني كلش أحب اليوغا. وأيضا عندنا هاي تعرفوها انتو، الصور جلد النمر. طبعا من النباتات اللي لازم تقتنوها بالبيت هي جلد النمر، واول شيء يكون اختياركم هو جلد النمر من تروحون لاي مشتل، خاصه اذا كنتم مبتدئين، لعده اسباب. اولا لان شوفوا هنا انا طعمتها، خليت جلد النمر الصفراء والخضراء، حبيت اكثرهن. شوفوا هاي اليوغا شوي، هاي اكو وحده صفراء بالموضوع نوخرها. هاي اليوغا أنا كاثرتها قبل بالصيف زين، والحمد لله والشكر ماشية تمام. أي نرجع لجلد النمر. قلت لكم أول شيء تفكرون تقتنوه من تروحون للمشتل هو جلد النمر. ليش؟ أولا خاصة كمبتدئين، إذا عندنا مبتدئين، من النباتات القوية جدا، نباتات القوية جدا، تتحمل كل الظروف، ما تحتاج إضاءة جدا قوية. هاي أولا. ثانيا ما تحب السقي، يعني مثلا ما تظلون حايرين بيها إذا طلعتوا ذا شي. حتى بالصيف السقي مالتها يكون بالأسبوع مرة كلش عادي، أما بالشتاء كل أسبوعين مرة إحنا نسقيها. بالإضافة إنه أوصت بيها وكالة ناسا، حتى تعرفون وكالة ناسا أوصت بزراعة جلد النمر، والنبتة الوحيدة اللي تنطي تصفي وتنقي الجو 24 ساعة باليوم، 24 ساعة باليوم. هي من هي؟ جلد النمر، من النباتات اللي تخلوها من أولوياتكم من تروحون لأي مشتل. فدائما يسألوني كمبتدئين شو نخلي، شو تنصحينه؟ أكثر شيء أنصحكم به هو جلد النمر، بالإضافة للبلاب اللي أنتم متعارف عليه. هاي زين، هاي البلاب الصغيرونة
واني كاثرتها العام من النبتة الام. وهاي مثل ما قلت لكم الدرسينيا الليموني، وهاي كف الوزة الخضراء، وهاي اليوغا. طبعا هنا شمندورة، انتو تعرفون عندنا شمندورة هنا أنا. والبلابة، وهاي عندنا حمامة القاضي. يعني اني من نوع احب الشوكيات كلش. هاي جلد النمر اني من كاثرتها خليتها هنا همينة، اخذت منها عرق وخليته هنا أنا. هاي هناك هم عندي البلابة درسينيا، هاي البلابة، هذه زامية كاثرتها كلش صغيرة. وين ما تريدون تقدرون تخلون بأي مكان تحبوا نباتات بها إضاءة. أرجع وأقول لكم دائما يسألوني نقدر نخلي مكان ما به إضاءة نقدر نخلي به نباتات على ضوء الفلوريسن؟ أبدا، وحدها تتعب النبتة، تحتاج إضاءة طبيعية، تحتاج إضاءة طبيعية. لو شقد ما كانت ما تحب الإضاءة القوية تحتاج إضاءة طبيعية. بالنسبة لجلد النمر السنسفيرة، جلد النمر تقدرون ايضا تخلوه برا. انا شخصيا خالته برا، يعني مو بس داخل البيت، برا بالطرمة هم زارعته. يعني قلت لكم النباتات اللي انصح دائما اول شيء تسووه من تروحون للمشتل تاخذوها، حتى اذا بغرفة النوم عندكم اضاءة قليلة، حتى لو شباك قليل وعندكم جلد النمر خلوها. ليش؟ لان ما منها خوف، على بالعكس هي تنقي الجو 100%. طبعا النباتات مالتكم لا تخافون منها اذا تشوفوها مدى تمشي مو هلقد، ما نقدر نكاثرها هسه لان قلت لكم هسه هي فترة سبات، هسه فترة سبات. هاي السنسفيرة ماتينا، سنسفيرة عدوها الماي، كلش حساسة على الماي، ما تحب المي الهواية. شمندورة، شمندورة همين من النباتات القوية اللي ما تريد إضاءة كلش قوية. يعني إذا إضاءتكم مو قوية تقدرون تجيبون الشمندورة، بس أكو إضاءة، يعني حتى لو مو قوية بس أكو إضاءة. عندكم الشمندورة هواي شغلات تقدرون تجيبوها، جلد النمر، الشمندورة، الزامية، زامية تخبل هماتينا وحلوة زين. وهمينا لا يريدون إضاءة قوية ولا يحبون سقي مستمر. هاي اليوم شوفت لكم النباتات مالتي، فتحنا ركن جديد بالبيت بالممر، ان شاء الله يا رب تزيد الاركان. ركن جديد اللي هو هاي النباتات الحلوة من هدية من مشتل اكاسيا فلاور، اليوغا وكف الوزة الخضراء والدرسينيا الليموني وجلد النمر. شكرا جزيلا.
ان شاء الله يا ربي الله يزيد لكم ويبارك لكم. ان شاء الله تكونوا تستفادون من الفيديوهات اللي دا انزل لكم اياها، واذا عندكم الفيديوهات فقط انطوا لايك وسووا اشتراك بالقناة حتى يجيكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.